بسم الله الرحمن الرحيم. توزيع ذي الحدين أو توزيع برنولي وهو مثال للتوزيعات المتقطعة سوف يكون محور حديثنا في هذا الدرس. إذا كان لتجربة عشوائية نتيجتين نجاح أو فشل، وكذلك تتكرر هذه التجربة نون من المرات، وفي كل مرة تتكرر في هذه التجربة يكون احتمال النجاح أو الفشل ثابتين في هذه التجربة، يعني التجربة مستقلة، فأنت تتحدث عن تجربة عشوائية تخضع لقوانين توزيع ذو الحدين. يعطى توزيع ذو الحدين وفق العلاقة لام را يساوي نون فوق الراء باء أس الراء ضرب واحد ناقص الباء أس نون ناقص الراء، حيث الراء يمثل ماذا؟ يمثل المتغير العشوائي، ونون عدد مرات تكرار التجربة، باء نسبة النجاح يعني احتمال النجاح، وواحد ناقص الباء أكيد راح يكون ماذا؟ احتمال الفشل. يعطى الوسط الاحتمالي أو القيمة المتوقعة في التوزيع ذي الحدين بالعلاقة واو تساوي نون ضرب باء، حيث النون مثل ما قلنا اللي هو عدد مرات التجارب ضرب احتمال النجاح. أما التباين فيعطى بالعلاقة عين تربيع يساوي واو ضرب واحد ناقص الباء. يجيب طالب عشوائيا عن اختبار من نوع الاختيار من متعدد يتكون من 14 سؤالا لكل منها 4 خيارات، واحدة منها صحيحة. جد احتمال الحصول على بداية إجابة واحدة صحيحة. أولا هذا المثال يخضع لتوزيع برنولي، لماذا؟ لأن بداية لكل تجربة عشوائية فيها ماذا؟ إما نجاح أو فشل. النجاح تمثل بالنسبة لي هو اختيار ماذا؟ الإجابة الصحيحة التي هي عبارة عن واحد من أصل كم؟ من أصل 4 اختيارات صحيحة. ثم أيضا هذه التجربة أيضا تخضع لتوزيع برنولي لأنها تتكرر نون من المرات، الآن راح تتكرر كم مرة؟ 14 مرة، وأيضا تخضع لتوزيع البرنولي لماذا؟ لأن في كل مرة من المرات نسبة النجاح ثابتة اللي هي ماذا؟ اللي هي 1 إلى من أصل 4 يعني ربع. الآن على كل حال الحل إذن النون تمثل ماذا؟ تمثل عدد مرات تكرار التجارب اللي عندي 14 سؤالا موضوعيا. الباء نسبة النجاح في السؤال موضوع الواحد اللي هو كم؟ ربع طبعا. نسبة الفشل راح يكون 3 إلى 4. الراء تمثل المتغير العشوائي، أريد الآن إجابة كم سؤال؟ أريد يجاوب على سؤال واحد بطريقة صحيحة فقط لا غير، إذن إجابة واحدة صحيحة. عندي هذا القانون اللي هو توزيع ذو الحدين، نجد أن الراء تساوي كم الآن؟ 1، نون 14 فوق الواحد، الباء عندي طبعا ربع، 1 ناقص الباء في 3/4، الراء 1، تعويض مباشر بالقيم الموجودة عندي باستخدام الآلة الحاسبة، نجد أن الناتج هو عبارة عن 8315 جزء من 100,000. إذن هو هذا ماذا؟ يعني احتمال أن يجيب الطالب على إجابة واحدة صحيحة فقط لا غير. 10 إجابات صحيحة، أن يحصل الطالب على 10 إجابات صحيحة من أصل 14 إجابة صحيحة، إذن الراء الآن راح تكون كم؟ راح تكون 10. إذن احتمال الراء يساوي 10، 14 نفس القيم تماما مع تبديل الراء بكم؟ ب10. أثناء حسابنا راح نجد كم؟ راح نجد اللي هو 0.003 كناتج لماذا؟ لاحتمال أن يجيب الطالب على 10 إجابات صحيح، 10 إجابات صحيحة. الآن خلنا نشوف الوسط الاحتمالي. طبعا الوسط الاحتمالي لهذه التجربة التي هي عبارة عن ماذا؟ تجربة تخضع لتوزيع برنولي، فبالتالي راح يكون الوسط الاحتمالي يأخذ القانون نون ضرب نون عدد مرات تكرار التجربة ضرب باء اللي هي ماذا؟ احتمال النجاح في كل تجربة من التجارب، إذا راح يكون 3.5. دال التباين، طبعا التباين عين تربيع يمثل ماذا؟ يمثل واو ضرب واحد ناقص الباء، واحد ناقص الباء، الواو قبل شوية حسبنا اللي هو ماذا؟ الوسط الاحتمالي 3.5، ضرب نسبة الفشل
نسبة الفشل 3 إلى 4 يعطيني كم؟ يعطيني 2625 جزء من 1000.